على ملعبه. هنا فاز على الخليج. خط المقدمة في ظل غياب برونو دوارتي للإصابة. يغيب كذا. انتشار كامل لرفاق الدون في أرضية الملعب وهو مهاجمين. كريستيانو يبدأ تحركاته. خلى أعين العالم النصر بفخامة الاسم والرقم واللون والخطوة. الدون يتقدم أمام مصطفى زغبق، أمام نادي ضمك يتقدم كريستيانو رونالدو. الله، نصر الدون يضرب. نعم، نصر الدون يضرب ويعلن التقدم المبكر. الله، فخامة الاسم والرقم واللون والخطوة، فخامة الدون، فخامة كريستيانو رونالدو، فخامة النصر، فخامة فارس نجم تضرب في البداية. يتقدم الآن الغناب إلى كريستيانو. استقبال في المحاور والنصر عايش في الصندوق، عايش في الجو. الدون، الله على التسديده لكن مرت وذهبت الى الخارج. الاهلي جاي يلعب، يستمتع، يعيش الاجواء، اعطى الحياه الكبيره جد في اداءه وتكتيكه. وعلي ضمك في النصر. الان كره الى كريستيانو رونالدو. التقدم وغريب طالب، كانت طويلة أكثر من اللازم مع حالة تسلل كانت على كريستيانو رونالدو. في نهاية المطاف وكسب اللقب الاستثنائي، كريستيانو رونالدو ينتظر للمواجهة ويتحرك ويقع على أرضية الملعب ويطالب عبد القادر بدران بالوقوف. لا شيء في الكرة، ذهبت إلى ركلة الزاوية، لكن الله على الانطلاقة. هو يا جماعة، هو أيام الريال، أيام العز، أيام الفن والتحرك، البحث عن الله. الله 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 الله. فلق، هذه المتعة ولا فلق، هذا الفن والطرب ولا فلق. الله يا غريب، غريب مو غريب على لمساته ومهاراته، حولها على طول إلى أيمن. أيمن فضل يحيى لمن يحيي المباراة والأجواء. يحيى الدون، يحيى النصر، يحيى كريستيانو يا رب. وبهذا المشهد، وما زال ما زال أسسها الدون هذه الجولة والنصر أنا هكذا أعلنها. وفي شوط واحد في الشوط الأول، شوط كريستيانو رونالدو والهاتريك المعتاد، شوط التاريخ المعتاد، تاريخي للتاريخي. نصر الدون يتقدم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هو النصر، والنصر هو يتحقق في 45 دقيقة. ثلاثة النصر والإثراء الكروي
هنا في المحالة يتركه هذا الخرافي هذا التاريخي. استمرار للعب من جديد للجانب الأيسر للنصر. غريب، الله الله، حنروح على الرابع، حنروح على الرابع، نروح على الرابع، نروح للقمة. كريستيانو رونالدو، هذه الكرة اللي هياها لغريب ومصطفى زغبه. الآن الشوط الثاني ضمك، تماسك، تقدم، بدأ يجاري في النزال، لكن الارتدادات تقسم ظهر ضمك، تقسم ظهر فارس الجنوب. فارس نجد يضرب الآن، يضرب مرة أخرى، الكرة لغريب، وصلت لكريستيانو، يضرب، بيسدد، استدت في شافك السريع والارتداد الأسرع. صفة رفاق كريستيانو منذ قدومه. جوستافو تحدث معه، والكرة الآن ترسل. كريستيانو بعيدة كل البعد، لا عن العمري ولا على الدون، وصلت عند النجعي، يرسل كرة سامي جميلة جدا، ما طالت ما طالت، خلف كالدون في المقدمة. كرة من المباريات الصعبة اللي لها ألف حساب في بقائهم لسنوات طويلة في دورينا. كرة بتصل الآن، كريستيانو، الله، الراية رفعت، السوبر هاتريك، هل اكتمل أم لم يكتمل؟ الراية رفعت. نعم تسلم، كريستيانو رونالدو هو أقرب للمرمى من آخر ثاني مدافع. أعتقد أن شاريبوف، كريستيانو والسوبر، ربما هذا هو الحدث المنتظر في هذا المساء. من جديد سوبر هاتريك، هل يكون؟ الكرة تذهب، نظر الأعمى إلى اللعب، أصبحت في المدرجات الاحتفالات. والآن كريستيانو، هيا بنا إلى السوبر، هيا بنا. عرضا وعطاء من ما قدم سواء أيمن إيحيى أو حتى عبد الرحمن غريب. هذه الكرة بعيدا عن الجميع بلا شريك، وربما السوبر. كريستيانو تضرب وتنزل وتعود وتمر، الله على الرأسية. كان يعتقد الجميع أنه سيسدد، فأرسلها عالية، ضربت في مأشب، ضربها براسه، الكرة اللي تضرب وتنزل نزلت، لم يستطع مرة. بالثلاثة والأربعة وأكثر، وما يوم الوحدة إلا كضمك. هذا هو التقدم الآن، والفرصة ما زالت. ماشا يتحرك، ينتظر كريستيانو أوامر الدون، أمر بكعب، الله على كرة ماشا، وكريستيانو على الكرة انقذت. ضمك شوط ثاني دفاعيا أفضل بكثير من الشوط الأول، رغم أنه لعب به بأربعة والأول كان بخمسة. أمامنا ثلاث دقائق من أصل أربع في ساعة البريس. كرة الكعب وقفت فعلا، كأنه يغرس في قمة جبل ضمك، إذ يعلن فيها كريستيانو رونالدو ومنها النصر، أنا وأنا النصر، أنا المتصدر، أنا العالمي. يا عالمي حلق فوق عادتك، دايم يعتقد أنها عصيبة. مباراة سهلة وفي طي النسيان لضمك، ولعشاق الكرة ينتظرون القادم الدايم المثير لكريستيانو. خذ كرة الهاتريك مرة أخرى بعد السوبر في جولة الفاينل. تهانينا للدون على هذا العرض، وللنصر الصدارة والعرض واللوحة الفنية الكبيرة التي ظهر فيها العالمي معتليا كذلك الصدارة وحيدا. حظا أوفر لضمك، لم يقدم شيء يذكر لجعل هذه الليلة أجمل، كلها فقط هذا الوجه الأجمل في دورينا ينجح
يجعل الكرة أجمل وأمتع كما استمتعنا في هذا المسار. نلتقي بخير وإلى اللقاء. لك الكلمة أندريز.